بالفعل كاين يعني اللي اليوم هو كاين هو اننا كنهضروا على الولوجيات. هي لها ما يكفي من العده البيداغوجيه باش يمكن لها تعمل الاليات ديال الديمقراطيه التشاركيه. انا كيبان لي هو ان حاليا المشاركه ديال المراه مبنيه على الكوطه اللي تعطاتها، فراه لان القوانين ديال الانتخابات كتفرض عليك ان تكون واحد التمثيليه ديال النساء. قسم البسطي منتدب عن حركة بدائل المواطنة، وفي نفس الآن عضو نشط في جمعية ملتقى المبادرات اللي كتنفذ هذا المشروع فالممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وهذا المشروع كما الاسم ديالو كيدل عليه هو الاسم ديالو هو سمع صوتي. الان من بعد ما درنا واحد العدد ديال التكوينات واللقاءات التشاوريه مع الفاعلين المحليين ومع المنتخبين ومع المنظمات المدنيه، حنا اليوم وصلنا الى المراحل ما قبل الاخيره في المشروع اللي هي اعداد مذكره ترافعيه. من بين المضامين الاساسيه ديال هذه المذكره الترافعيه ديال المنظمات المدنيه حول الموضوعات الثلاث، اولا كاين تاكيد وتوافق على الاطار المعياري والقانوني والتشريعي اللي كيضمن الحق ديال المنظمات المدنيه في ابداء الراي ديالها، اما عن طريق الهيئات ديال الحوار والهيئات ديال المساواه وتكافؤ الفرص، او عن طريق هيئات اخرى واليات اخرى للحوار والتشاور. يمكن تلخيص ما ورد في المذكره في غياب او ضعف التواصل حول سواء في موضوع الشباب او في موضوع المساواه او في موضوع الاشخاص في وضعيه اعاقه. هناك ضعف التواصل، هناك ضعف على مستوى التخطيط الترابي، هناك ضعف ايضا على مستوى المشاركه. سناء حدنان فاعله مدنيه عن حركه الشباب الجهوية جمعية أحياء الدار البيضاء ستات أجيع. هو من ناحية من الشق زعما القانوني ولا من الشق كل ما يتعلق زعما المكتسبات اللي قدرت أنها توصل لها الحركات النسائية في التغيير ديال في الدستور ديال 2011، وكذلك في القوانين التنظيمية والمؤسساتية. فهاد الشق زعما الورقي فراه كنشوف بأن كمكتسب حنا راه في تطور وفي تحسن ديال وضعيات المرأة، إلا أنه إلا جينا نشوفوا ربطنا داك الشيء بأرض الواقع وكيفاش المرأة المغربية كتعيش، فراه كاينين مجموعة ديال الاختلالات ومجموعة ديال الممارسات اللي كتمارس ضدها اللي هي تعكس ما جاء به ما جاءت به القوانين وما جاء به الدستور ديال 2011. فكنظن ان سواء الحركات النسائيه او الجمعيات النسائيه ولا حتى الجمعيات المجتمع المدني خاصها تكون ماشي مشاركه، وانما خاصها تزيد شويه في الحركه ديالها ولا في الترافع ديالها على قضايا ديال النساء، وان خاص يكون ادماجهم او لا نمشيو بالمقاربه التشاركيه. دائما ما كنناضلوا وفق داك الشيء اللي كيوصلنا ولا وفق داك المعطيات اللي كتكون عندنا، دون ما كنرجعوا للاستماع للمراه او لاشراكها حول الحقوق ديالها وحول او حول متطلباتها في عيشها في هذا البلد الكريم. دونك انا كيبان لي بان الوضعيه ديال المراه ما بين الواقع وما بين القوانين كاين فرق كبير، وخصنا نعيدوا فيه النظر. معيه غزلان عضو جمعيه ملتقى المبادرات فاعله جمعويه. اليوم في هذا النشاط اللي كان اليوم ديال تقديم مذكره ترافعيه، كانت المداخله ديالي على الاشخاص في وضعيه اعاقه. في هذه المذكره هذه جينا ببعض هذا الاختلالات وبعض الاراء اللي عطيناها هنايا تفعيل اللي غتفعل هذا تعطي حلول هذه المشاكل اللي كاينه. حنا اليوم كان بزاف ديال الجمعيات اللي عبروا على الاراء ديالهم في هذا الموضوع ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه.
وكان التفاعل ديالهم جد جد رائع زعما صراحه، اللي عطاو اراء اللي ممكن انها غتحط في ارض الواقع. المشكل اللي عندنا الان باقيين يعني الجمعيات اللي هي ذات الصله اللي باش غتقدم اراء استشاريه او العرائض اللي هي حنا نورمالمون ملزمين فيها ملزمين بها في هذا البروجي ديال سمع صوتي، اللي خصها تقدم باسم يعني الاشخاص وضعيه اعاقه. كنفكروا حيت بحكم عدم الحضور ديالهم اليوم كان زعما جد ضعيف، ولكن كنتسناو يعني في هذا في يعني اللقاء المجيء، ربما حيت هما اليوم عندهم بزاف ديال هذا غيتقدموا فيهم بعض الشباب اللي غيتقدموا المباراه اللي غتقام يوم الاثنين ان شاء الله، يعني ربما هذا هو العذر ديالهم اللي كان ما كانش الحضور اليوم. تم تحقيقها في إطار هذا البرنامج ديال سمع صوتي هو أولا تكوين واحد 30 ما بين منشط ومنشطة اللي تم فيها طبعا مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي اللي كان النصف ديالهم ذكور والنصف ديالهم إناث، وأيضا كان تشخيص تنظيمي للجمعيات، وهذا التشخيص التنظيمي درنا السنة الأولى وحنا مقبلين على الحلقة الثانية من التشخيص التنظيمي اللي غادي تكون خلال الشهر ديال يناير من هذه السنة، وأيضا كانت هناك دراسة للهيئات واليات ديال الحوار والتشاور، وكانت هناك صياغه ديال هذه المذكره، وكانت صياغه ديال الدلائل ديال اعمال الديمقراطيه التشاركيه في هذه الموضوعات الثلاثه، هي لها ما يكفي من العده البيداغوجيه باش يمكن لها تعمل اليات ديال الديمقراطيه التشاركيه. للاسف ان المشروع منذ بدايته كان منحصرا فقط في ثلاث جماعات كبرى، اللي هي الجماعه ديال الدار البيضاء والجماعه ديال السطات والجماعه ديال برشيد، وطموحنا هو اننا اليوم سنعمل على تعميم هذه المبادره من بعد النهايه المباشره ديال هذا المشروع ديال سمع صوتي، وسنطلق مبادره اسمها سمع صوتنا لحدود الساعه الا ما كانش راي اخر عند المتدخلين، باش تشمل اولا نضيفوا موضوع ديال البيئه وربما مواضيع اخرى، وثانيا باش يشمل جميع الاقاليم المشكله للجهه. سنمشي مثلا لسيدي بنور، جديده، المديونه، والمحمديه اللي للاسف ما كانتش في هذا البرنامج. اذا سوف نعمل على تغطيه ترابيه لجميع التراب ديال الجهه، وسنضيف بكل تاكيد نقطه اساسيه اللي هي ديال البيئه، وسنضيف ايضا تقييم السياسات العموميه بعيون النوع الاجتماعي، اي بالميزانيه المستجيبه للنوع الاجتماعي. في اطار برنامج التربيه المدنيه الشامله في مشروع سمع صوتي، اللي المفروض ديال هذه المذكره الترافعيه تقاسمها مع فعاليات ديال المجتمع المدني من اجل اغنائها بمقترحاتهم، وكذلك من اجل الاتفاق عليها وتوصيلها لصناع القرار سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى الترابي. هاد المذكرة الترافعية أنا اللي كان عندي المحور ديالها هو المحور ديال قضايا النساء، اللي كان المنطلقات ديال الترافع ديالها جاب بناء على مجموعة ديال الإشكالات، بما فيهم الصور النمطية اللي هي سائدة على المرأة، المرأة ووجهها لسوق الشغل، والمجموعة ديال الإشكالات، واللي خرجت لنا هاد الإشكالات خرجت لنا مجموعة ديال الاختلالات اللي رصدناهم في اللقاء، واللي حاولنا أننا نعطيو فيها كذلك بدائل باش اننا نتجاوزوا هاد الاخلالات هادو اللي ذكرنا. بالنسبه فعلا الا ما اتحدناش وهضرنا على هاد المشكل اللي هو حنا كنهضروا غير على الولوجيات دائما في اي لقاء او في اي دوره او في هذا كنهضروا على الولوجيات، وهي كتعلق بالاشخاص وضعيه اعاقه حركيه. هنا المشكل هما الاعاقات الاخرين، يعني كيفاش ربما حتى الجمعيات، هذا هو النقص ديال الجمعيات، ربما كاينين ولكن ما كيكونش واحد يعني ما كتعطاش ما كتدفعش واحد العرائض ولا هذا ولا ملتمسات ولا اراء استشاريه باش نقدروا نقولوا غنعالجوا هذا المشكل هذا، حيت ما يمكنش ليا انا غنهضر على واحد الاعاقه الصم والبكم ولا الاعاقه بصريه ولا الاعاقه الذهنيه او لا هذا وانا ما عارفاش وانا ما طيحاش في هذاك المشكل، يعني ما غيمكنش ليا انا نهضر عليه قد ما غيقدر يهضر عليه الاخر اللي هو عنده هذا المشكل هذا. وهذا هو الاشكال ديال بعض الجمعيات، ربما ما غنعممش
ربما بعض الجمعيات اللي هي كان حتى ملي كيكون يعني المتطلبات ديالهم كتكون متطلبات جد ضيقه جد صغيره جد بسيطه، ربما خصها تكون يعني نزيدو نقويوها بهاد الاراء. يعني فاش غنمشي غنهضر مع مقاطعه او مع جماعه، غنهضر يعني بقانون، غنهضر يعني باراء استشاريه او لا مذكره او لا عرائض، وهذا اللي هو المفروض انه خصو يكون اليوم باش نقدروا اننا نعالجوا هذا المشكل. هذا اللقاء ديال اليوم هو لقاء لعرض نتائج ديال المذكره، وفي التنظيم ديالو توقعنا الحضور ديال 40 شخص، وهو ماشي ما كانش موجه للشباب، هو كان موجه للمنظمات المدنيه اللي ديجا استفدت من هذا المشروع، وكان الحضور حسب اخر ما طلعت عليه 36 واحد. يعني حنا يمكن نقولوا تم تحقيق الهدف ديال من حيث المشاركه، لم يكن الشباب هو المستهدف ولا النساء هو المستهدفين، كان الهدف هو عرض النتائج ديال الاوليه ديال المذكره المطلبيه في الموضوعات الثلاث اللي هي الشباب والمساواه والاشخاص في وضعيه اعاقه.